أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أجداء بيننا وبينكم الجناح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من دروس شرح ملحة الإعراب في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة للثاني من شهر رجب. أمس كنا الموافقة للثلاثين، فإذا الشهر ناقص تكون ليلة أمس الموافقة للواحد أو للأول من شهر، الليلة الأولى من شهر رجب، وهذه الليلة هي الثانية. وأخذنا في يوم أمس الكلام على المفعول معه، لماذا جعل آخرا، لماذا جعل آخرا. نعم، ها؟ لا يصل إلى مفعوله إلا بواسطة. الآن الإخوة أخروا قليلا، بارك الله فيكم. نعم، الأمر الثاني لاختلافهم فيه، هل هو قياسي أم سماعي؟ الراجح أنه قياسي، الراجح أنه قياسي. ما هو المفعول معه؟ ما هو المفعول معه؟ هو الذي فعل الفعل ماذا؟ بمصاحبته، هكذا. وفي الاصطلاح الاسم المنصوب الفضلة التي يأتي بعد واو بمعنى مع للدلالة على المعية، مسبوقا بجملة أو ماذا، مسبوقا بجملة فعلية أو اسمية فيها اسم فيه معنى الفعل وحروفه، طيب إلى آخر ذاك التعريف. هل نصبه واجب أو جائز؟ المفعول معه، هل نصبه جائز أو واجب؟ نعم، فيه الجائز وفيه الواجب. متى يكون النصب جائزا يا أخوانا؟ إذا صح التشريف ما بعد الواو لما قبلها، أحسنت. والواجب إذا لم يصح تشريف ما بعد الواو لما قبلها، أحسنت. إذا لم يصح لوجود مانع، لوجود مانع لفظي أو معنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف، من يقرأ لنا الأبيات؟ الأبيات، نعم. خير، قد زرتك، نعم، ولم يلحق أمس، نعم. وإن أقمت الواو وما صنعت، طيب بارك الله فيكم، تفضل. بارك الله فيكم، بارك الله، تفضل. بارك الله فيكم، أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الحال والتمييز. والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني،
ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة. قال الشارح رحمه الله: أي يشترك الحال والتمييز في كونهما منصوبين نكرتين فضلتين، أي يتم الكلام بدونهما كما يتم بدون المفعول به ودون المصدر. فالحال كقولك جاء زيد راكبا في الجملة الفعلية، وهذا زيد راكبا في الجملة الإسمية، وفي الدار عمرو جالسا، وعندك زيد واقفا في الجار والمجرور والظرف، وهو معنى قوله على اختلاف الوضع والمباني، أي وضع الكلمات المفردة وتراتيبها. واضح يا إخواني؟ عندنا الحال والتمييز جمعهما المصنف في باب واحد. لماذا؟ لاتفاقهما في بعض الأمور، لاتفاقهما في بعض الأمور، كما سمعتم من كلام الشارح أنهما يشتركان في أمور، يشتركان في كم؟ في خمسة أمور، يشتركان في خمسة أمور. أولها في الإسمية، وثانيها في أنهما نكرتان، الثالث في أنهما فضلتان، والرابع في أنهما مفسران. هذه كم؟ والخامس في أنهما منصوبان. طيب، قلنا في الإسمية والتنكير والنصب وكونهما فضلة وكونهما يفسران، هذه خمسة أمور يتفقان ماذا؟ يتفقان فيها، ويختلفان في أمور ذكر المصنف بعضها. تأتي معنا، واضح؟ ولهذا جمعهما المصنف في باب واحد، لأنهما يتفقان في بعض الأمور. والحال يا إخواني، الحال بارك الله فيكم، يجوز في لفظه التذكير والتأنيث، فيقال حال ويقال حالة، يجوز في لفظه التذكير والتأنيث، ويجوز في معنى أيضا التذكير والتأنيث. هذه فائدة، الحال يجوز في لفظه ومعناه التذكير والتأنيث. كيف نذكر الحال؟ كيف نذكر الحال؟ نقول حال. وكيف نؤنثه؟ نقول حالة. يجوز الوجهان، تذكير لفظه وتأنيثه. وأيهما أرجح؟ أيهما أرجح في لفظ الحال، التذكير أو التأنيث؟ التذكير الأرجح في لفظه، التذكير. وفي معنى يجوز الوجهان، والأرجح التأنيث. ما معنى تأنيث المعنى؟ ما معنى تأنيث معنى الحال؟ بمعنى أنك إذا وصفته وصفته بوصف مؤنث، وإذا أشرت إليه أشرت إليه بإشارة المؤنث، وإذا رددت الفعل إليه رددته بماذا؟ عفوا، إذا رددت الضمير، إذا رددت الضمير إليه رددته
بلفظ المؤنث، واضح؟ فنقول هذه حال حسنة، حسنة، هذه حال حسنة. ماذا فعلنا؟ ذكرنا لفظه وأنثنا معناه، أشرنا إليه بإشارة المؤنث ووصفناه بصفة المؤنث، واضح؟ فقلنا هذه حال حسنة، لم نقل هذا حال حسن، مع أنه يجوز، مع أنه ماذا؟ يجوز، واضح؟ يجوز في لفظه ومعناه ايش؟ التذكير والتأنيث. وأيهما أرجح؟ أيهما أرجح؟ الراجح في لفظه التذكير، وفي معناه التأنيث. هذه فائدة. الفائدة الثانية في تعريف الحال لغة واصطلاحا. الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. واصطلاحا هو الاسم الفضلة، الاسم الفضلة المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات، الاسم الفضلة المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات. فقولهم الاسم، قولهم الاسم خرج به الفعل والحرف، وهو يشمل الصريح والمؤول بالصريح. الصريح والمؤول ماذا؟ بالصريح. الصريح مثل ماذا؟ جاء زيد ضاحكا مثلا. والمؤول بالصريح جاء زيد يضحك. يعني المؤول بالصريح في هذا الموضع ليس فيه حرف مصدر، معروف عندنا أنه إذا قيل مؤول بالصريح أن يتقدمه حرف ماذا؟ حرف مصدر. المؤول بالصريح في باب الحال أن يأتي جملة أو شبه جملة، يأتي الحال جملة أو شبه جملة. الصريح مثل ماذا؟ جاء زيد ضاحكا. والمؤول بالصريح جاء زيد يضحك جملة فعلية. والجملة الاسمية جاء زيد وهو يضحك، جاء زيد وهو يضحك، الواو والحال وهو مبتدأ، وجملة يضحك خبر، وجملة هو يضحك في محل نصب حال، وهي مؤولة بماذا؟ بالصريح. والتقدير جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاحكا. ويدخل في المؤول بالصريح الجار المجرور والضاف، شبه الجملة، شبه الجملة. زيد ماذا؟ جاء زيد عندك أي مستقرا. ورأيت زيدا في الدار أي مستقرا. حال، هذا مؤول بالصريح، واضح؟ الاسم خرج به ماذا؟ الفعل والحرف، وهو يشمل الصريح والمؤول ماذا؟ والمؤول بالصريح. والفضلة خرج به العمدة، الفضلة خرج به العمدة، فلا يأتي الحال عمدة، لا يأتي الحال عمدة في الكلام، وإنما يكون فضلة. إيش المراد بالفضلة؟ إيش المراد بالفضلة؟ هل المراد بالفضلة أن يستغنى عنه؟
هل المراد بالفضلة أن يستغنى عنه؟ الجواب لا، ولكن المراد بالفضلة أن يأتي بعد تمام الكلام، بعد أن يأخذ الفعل فعله، الماذا؟ بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، يأتي بعد ذلك الحال. وليس معنى الفضلة أنه يستغنى عنه، ليس معنى الفضلة أنه يستغنى عنه، لأن الكلام قد لا يستغني عن الحال وهو فضلة، الكلام لا يستغني عن الحال وهو ماذا يا إخواني؟ وهو فضلة. واضح؟ مثل ماذا؟ ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا فضلة ولا عمدة؟ مرحا فضلة ولا عمدة؟ فضلة، ونقول فضلة على كل حال فضلة، لكن هذه الفضلة لا يستغنى عنها، فليس مرحا عمدة، ليس مرحا عمدة في الكلام. لماذا؟ لأنه ليس أحد ركني الجملة، فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبر، ومع ذلك لا يستغنى عنه. فلا تفسر الفضلة بأنها التي استغنى ماذا؟ استغنى عنها، هذا خطأ. الفضلة هي التي تأتي بعد تمام الكلام. ما هو تمام الكلام؟ ما هو تمام الكلام؟ أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، فما جاء بعد ذلك فهو ماذا؟ فهو فضلة، سواء استغني عنه أو لم استغنى عنه. ولا تمشي في الأرض مرحا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لا تكرهوا الصلاة وأنتم سكارى، كل هذه الألفاظ لا يجوز الاستغناء ماذا؟ لا الاستغناء عنها، يتعلق الكلام بها، وهي مع ذلك فضلة، لا يستغنى عنها وهي مع ذلك فضلة. يرحمك الله. هو هذا الفضلة، هو الذي يأتي بعد تمام الكلام، سواء استغني عنه أو لم يستغن عنه. من الخطأ أن يفسر الفضلة بأنه الذي ماذا؟ استغنى عنه، هذا خطأ، لأنه أحيانا قد لا يستغنى عنه، وإذا حذف اختل الكلام، إذا حذف اختل ماذا؟ اختل الكلام. لا، ليس خاصا، ليس خاصا بهذا الباب. الفضلة تفسر بأنه ماذا يا إخواني؟ بأنها التي تأتي بعد تمام الكلام، سواء استغني عنها أو لم استغنى عنها، لا تختص بباب الحال، لا تختص بباب الحال، والله أعلم. قال: وقولهم المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، فالحال لا يأتي مرفوعا ولا يأتي ماذا؟ مجرورا، وإنما يكون دائما منصوبا. المفسرة لما استذهب من الهيئات خرج بهذا التمييز، فإنه يفسر ما استذهب من الذوات أو النسب. وقوله مستبهم، ايش معنى استبهم؟ خفي، استغلق، استغلق بمعنى خفي، خفي واستتر، لم يعرف. المفسر لما استبهم من الهيئات، ايش المراد بالهيئات؟ الصفات. ايش المراد بالهيئات؟ الصفات. طيب،
فإذا قيل جاء زيد، المجيء له صفات كثيرة، له صفات كثيرة، يأتي ماشيا، يأتي راكبا، يأتي بطيئا، مسرعا، حزينا، مسرورا، إلى آخره. فإذا قلنا جاء زيد، هذا المجيء له عدة أحوال، عدة صفات، فيأتي الحال يبين كيفية هذا المجيء، فنقول جاء زيد ضاحكا. هذا فيه بيان ولا ما فيه؟ فيه بيان. لماذا؟ لأن الفعل لا يفهم منه كيفية الحدث، الفعل لا يستفاد منه الكيفية والهيئة التي صدر عليها. ماذا نستفيد من قولنا جاء زيد؟ مجرد المجيء فقط، مجرد المجيء بدون بيان هيئة، بدون بيان هيئة. فإذا قيل جاء زيد استفدنا منه مجرد المجيء فقط، لا نعرف على أي هيئة جاء، راكبا، ماذا، ماشيا، ضاحكا، حزينا، مسرعا، بطيئا، إلى آخره. بماذا نعرف هذه الكيفيات؟ بالحال. واضح؟ المفسر لما استفهم من الهيئات. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ قال: والهيئات يا إخواني قد تكون هيئة الفاعل، وهيئة المفعول، هيئة الخبر، هيئة ماذا، الجار والمجرور، أو هيئة المجرور بحرف أو بإضافة. طيب، الهيئات أي هيئات؟ هيئة الفاعل. قد يأتي الفاعل الحال من من؟ من الفاعل، مثل جاء زيد راكبا. قد يأتي من هيئة المفعول، مثل ماذا؟ ضربت زيدا مكتوفا. من هو المكتوف؟ المفعول ولا الفاعل؟ مكتوفا حال من الفاعل ام المفعول؟ ها، من المفعول. وهكذا حال من الخبر، وهو الحق مصدقا، وزيد ماذا؟ زيد تاجر امينا، حال من من؟ من الخبر، من الخبر الذي هو من الضمير المستتر في الخبر. وحال من المجرور بحرف أو بإضافة، بحرف أو بإضافة. تقول: مررت بهند راكبة، مررت بهند راكبة. نقول راكبة ولا راكبا؟ ها، ايش يا اخي عبد الله؟ راكبة. ويصلح راكبا؟ يصلح، يصلح مررت بهند راكبا، راكبا. أي رجل؟ من هو الرجل؟ لا لا، هذا المثال: مررت بهند راكبا. يصلح نقول راكبا ولم يصلح؟ يصلح. لماذا؟ أنه أنثى. طيب، يصلح يا أخانا؟ يصلح، حال من إيش؟ من الفاعل، وهو الضمير مررت. أيوة. وإيش عرفك أنه مذكر؟ إيش عرفك أنه مذكر؟ مررت. ها، التاء هو للمذكر، الجميع يقوله المذكر المؤنث. يصلح يعني، يصلح ان نقول ماذا؟ راكبا. راكبا حال من من؟ من التاء الذي هو للواحد المذكر. سنت. بارك الله فيك.
الحال قد يكون من قلنا من الفاعل، من المفعول، من الخبر، من ماذا؟ من المجرور بحرف أو بإضافة. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا من إبراهيم وهو مجرور بسبب الإضافة. وإذا قلت لقيت عبد الله راكبا، من هو الراكب؟ أو راكبا حال من؟ لقيت عبد الله راكبا محتمل، هكذا محتمل من الفاعل ومحتمل من المفعول. حسن، لقيت عبد الله راكبا، من هو الراكب، أنا ولا هو؟ ها؟ محتمل، محتمل أن يكون من الفاعل وأن يكون من المفعول. وإذا قلت لقيت عبد الله راكبين، منهما صراحة، والأول منهما احتمالا. لقيت عبد الله راكبين، يعني أنا راكب وهو راكب، التقينا ونحن راكبان. بارك الله فيكم. المفسر لما استبهم من الهيئات، أي هيئات؟ هيئة الفاعل أو هيئة المفعول أو ماذا؟ أو منهما نصا أو احتمالا، أو هيئة المجرور بحرف أو بإضافة. ما له؟ هو كذلك محتمل، محتمل. الأخ يقول لقيت عبد الله راكبا ماشيا، حال إيش؟ في حرة. الأخ يقول راكبا ماشيا، الأول الفاعل والثاني كيف عرف؟ ها؟ لقيت عبد الله راكبا للمفعول وماشيا للفاعل، كيف عرف؟ صحيح، كيف عرف؟ أن يصلح أن يكون الأول. طيب، قال الشارح رحمه الله تنبيه، قوله جاء بألف واحدة ثم كلا النوعين جاء فضلة، لم يقل جاء فضلة، بألف واحدة، لأن كلا وكلتا يكون الخبر عنهما غالبا مفردا لا مثنى، كما في كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين أيش؟ آتت، ولم يقل آتتا. ومنه قول الناظم كلاهما دلت عليه الكتب. عندنا يا إخواني كلا وكلتا لفظهما مفرد ومعناهما مثنى، لفظهما مفرد ومعناهما مثنى، فيجوز لك مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى. فإذا راعيت اللفظ أرجعت الضمير، أرجعت الضمير عليهما مفردا، كلا وكلتا لفظهما مفرد ومعناهما مثنى، فيجوز لنا عند الكلام أن نراعي اللفظ فنرد الضمير مفردا، ويجوز لنا أن نراعي المعنى فنرد الضمير مثنى. مثلا نقول ماذا؟ كلا الزيدين، كلا الزيدين قائم، كلا الزيدين قائم،
كلا مبتدا وهو مضاف، والزيدين مضاف إليه، وقائم خبر. كيف أخبرنا بالمفرد عن المثنى؟ لأن لفظه مفرد، فنحن الآن راعينا اللفظ. ويجوز أن نقول كلا الزيدين قائمان، كلا الزيدين قائمان. لماذا قلنا قائمان؟ لأن كلا معناها مثنى، فإن شئت راعيت اللفظ فأفرد، وإن شئت راعيت ماذا؟ المعنى فثنيت. وأيهما الأحسن والأكثر في كلام العرب؟ مراعاة اللفظ، وبه جاء القرآن. طيب ماذا؟ كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين ماذا؟ آتت، ولم يقل آتتا بألف التثنية، آتت هي، الضمير رجع مفردا مراعاة لإيش؟ إلا هذا معنى قول الشارح، واضح؟ قال والتمييز كقولك جاءني 20 عبدا وهؤلاء 20 عبدا، يعني هذا تابع الكلام الذي قبله أنهما فضله يأتيان بعد تمام الكلام. فلو قلت جاء زيد وهذا زيد وجاءني 20 وهؤلاء 20 لكان كلاما مفيدا. لماذا؟ لأن الفعل أخذ فاعله والمبتدا أخذ ماذا؟ أخذ خبره. لكن جاء بالحاء مبينة لهيئة الفاعل أي صفته، وبالتمييز مبينا لذات الفاعل وهو 20 أي جنسه، واضح؟